أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام في استديو الإخبارية. والآن إلى العناوين. السمنة تهدد حياة الكثيرين على الرغم من مخاطرها، والعلاج ليس بالدواء فقط بل بتنظيم أسلوب الحياة والغذاء. بل أن يظل الأطفال الذين يعانون فرط الوزن والسمنة على حالهم عند الكبر، وأن يتعرضوا أكثر من غيرهم لمخاطر الإصابة بالأمراض مثل السكري والأمراض القلبية الوعائية في سن مبكرة. والمعروف أنه يمكن إلى حد كبير توقي فرط الوزن والسمنة وما يتصل بها من أمراض، وعليه لابد من إعطاء أولوية كبرى لمسألة الوقاية من سمنة الطفولة. نشاهد هذا التقرير. تزايد معدلات فرط الوزن والسمنة لدى الأطفال، وتمثل سمنة الطفولة إحدى أخطر المشكلات الصحية العمومية في القرن 21، وتتخذ هذه المشكلة أبعاداً عالمية، وقد شهدت معدلات انتشار تلك الظاهرة زيادة بشكل مريع. تشير التقديرات إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من فرط الوزن تجاوز في عام 2010 42 مليون نسمة على الصعيد العالمي. ومن المحتمل أن يظل الأطفال الذين يعانون من فرط الوزن والسمنة على حالهم عند الكبر، وأن يتعرضوا أكثر من غيرهم لمخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل السكري والأمراض القلبية الوعائية في سن مبكرة. والمعروف أنه يمكن إلى حد كبير أن يوقع من فرط الوزن والسمنة وما يتصل بهما من أمراض، وعليه لابد من إعطاء أولوية كبرى لمسألة الوقاية من سمنة الطفولة. في موضوع السمنة المفرطة يسعدنا أن يكون ضيفينا الكريمين في مناقشة هذا الموضوع كلا من الدكتور رشود الشقراوي، أستاذ الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور رشود. أيضا الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير والمشرف العام على كرسي جامعة الملك سعود للسمنة. مرحبا بك دكتور عايض. الله يعطيك العافية، سعيد بوجودي معكم. أبدأ معك دكتور رشود، يعني موضوع السمنة لا نستطيع أن نقول أنه لم يأخذ حقه في الإعلام والتوعية. هناك يعني برامج توعوية تطلعنا على يعني مخاطر السمنة وسلبيات السمنة بين الحين والآخر. في موضوع حلقة اليوم نريد أن نستعرض أهم يعني ما يختص بقضية السمنة بشكل عام. نريد أن نحدد في البداية ما هو الفرق بين الوزن الزائد والدهون الزائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا في البداية أشكركم لاستضافتنا الليلة، وسعيد بوجود زميلي الدكتور يعني خبير السمنة معنا. التعريف البسيط لموضوع السمنة هو تراكم الدهون في وزيادة عن الحدود. طبعا الدهون يحتاجها الجسم في عمليات كثيرة، الحفاظ على درجة الحرارة وغيرها من الأمور، لكن إذا زادت عن معدلاتها، وليس فقط زادت أماكن تجمعها، هذه بعد لها عامل آخر، لأن الدهون إما تكون تحت الجلد زي السلولايت، وهذه قد يكون ضررها أقل من الدهون اللي في الأحشاء. نعم. والمشكلة الأخرى بعد أنه بعض الأحيان الدهون هذه تتجمع في الأعضاء زي مثلا الكبد، فبالتالي هذه بعد مشكلة. طيب يعني هل ممكن أن نقول أن هناك دهون مثلا زائدة في الكبد لكن في المقابل لا نجد زيادة في حجم الجسم أو شكل الجسم، يعني بمعنى أن يكون هناك سمنة؟ طبعا موضوع الكبد قد يكون هناك دهون في الكبد حتى للنحاف، يعني في حالات قد لا يكون سمين لكنه الأكل عنده يعني مركز على الدهنيات، وفي نفس الوقت الكبد قاعدة تجمع ما تصرف الدهون بشكل جيد. لكن لو رجعنا لموضوعنا اللي هو السمين، وجدوا 80% أو يمكن 70% منهم تكون هناك دهون متراكمة في الكبد، يسمونها نان الكحوليك فاتي ليفر، ولكن اللي هي الدهون الكبد أو الدهون في الكبد الغير مرتبطة بالكحول. نعم.
اللي ودي بس أقوله أنه موضوع قضية طبعا أماكن تجمع مهم جدا. الشغلة الثانية وقت حدوث السمنة، لأن نعم. هذه بعد لها تأثير آخر. طيب احنا بنرجع لوقت حدوث السمنة وأضرارها في محور آخر، لكن بدي أن يعني نعلق على قضية أنك قبل شوي قلت أن هناك تكدس في الدهون في الجسم يكون معه أضرار أكثر من غيره، أين هذه الأماكن في الجسم؟ ما قصدت يعني؟ هو الآن حتى القياسات للدهون بدوا يستخدمون محيط الوسط للأرداف، وهذا عامل دخل في موضوع تقييم المشاكل، لأنه كل ما زادت الدهون في منطقة الأحشاء أو اللي يسمونها الوسط كل ما أثر على الميتابوليزم، زي مثلا موضوع السكري، فوجدوا ارتباط كبير بين تجمع الدهون في البطن وبين حدوث مرض السكر. نعم. لأنه يؤثر على سنسيتيفي أو حساسية الإنسولين اللي تعمل على الحد من أو إدخال السكر من الدم إلى الخلايا. فقضية تراكم الدهون بعض الأحيان يعني ناس محظوظين تكون عندهم تراكم الدهون أو تكون في الأرداف، وهذه بعد في بعض الأحيان جيدة، خاصة أنها هذه ما ترتبط بالأمراض السندرومز اللي هي الضغط والسكر وغيرها. طيب دكتور عايض، يعني في قضية قبل ما ندخل في إجراء الجراحة كوسيلة لعلاج أو التخلص من السمنة، في نقطة الدكتور رشود عندما تحدث عن أجزاء معينة في الجسم تكون الدهون متراكمة فيها وتحدث أضرار معينة على الجسم، هل بالإمكان التدخل الجراحي في هذه الأماكن وبالتالي التخلص من كمية الدهون هذه ويعني تفاقم المشكلات التي تحدث عنها قبل قليل؟ ممتاز جدا. يعني أيضا أتمنى لو أيضا بالنسبة لتعريف السمنة بالنسبة للأطفال، لأنها تختلف شوي عن الكبار. نعم. عندنا شيء اسمه ما يعرف بالبي ام اي بيرسنتايل أو منحنى كتلة الجسم، لأنه تجد طفل صغير، يعني الناس الكبار مثلا تقولين والله أنت كتلة جسمك أكثر من 25 إلى 30 عندك زيادة وزن، من فوق 30 سمنة. الصغير ما تقدر تقول له زي كذا، ممكن يجيك واحد عمره 10 سنوات كتلة جسمه 20 ولا يمكن 22، هذا برضو عنده يمكن سمنة مش مجرد حتى طبيعي. فإذا ننظر إلى شيء اسمه منحنى، وأتمنى أنه كل الممارسين الصحيين، وهذا اللي نقوله أتمنى أنه يتكرر، أنه ينتبهون لكتلة المنحنى كتلة الجسم للصغار اللي تحت 18 سنة، ويرسم في كل زيارة، لأنه مثلا إذا نبغى نحط استراتيجية مثلا في عياداتنا في المدارس في العيادة المدرسية في المركز الصحي، أي طفل زي ما أخذ نبضه وحرارته أو صغير السن أخذ أيضا كتلة جسمه ووزنه وأرسمه على المنحنى وأعرف بالضبط مساره فين. فهذا عامل مهم جدا، أنا حبيت بس أضيفه على موضوع لهذا لأنه مهم جدا بالنسبة للأطفال. بالنسبة للدهون أي تجمعها، إني أتوجه للدهون بحد ذاته لن يحل المشكلة، يجب أني أنظر إلى الجسم ككل. فإذا انقصت الوزن ككل، نعم الدهون القاتلة والمثيرة زي ما قال الدكتور الشقراوي هي داخل البطن والفسر الفات اللي داخل البطن. ليش؟ لأنها بتفرز مواد أصبح الناس ينظرون لها بأنها عوامل هرمونية وعوامل يعني تفرز مواد أخرى، زي ما تفرز الغدد مواد فائدة وضارة هي أيضا تفرز مواد ضارة للجسم، بل إن الناس عزوا كل الأمراض اللي بتصير لها علاقة بالسمنة بهذه المواد اللي تفرز من هذه الدهون، وبالتالي التعامل معها مباشرة لن يحل المشكلة، لكن يحل المشكلة أني أنزل الوزن، وأنزل الوزن بطرق زي ما قلنا الجراحية. لما يجي، وهذا سؤالك ممتاز جدا، لأنه يجيك مثلا مرضى بيقول يا دكتور طيب أنا ليش ما أروح أشفط الدهون وخلاص ما أنا أحل مشكلتي. شفط الدهون ليس لإنقاص الوزن، هو لي عملية تجميل في مكان معين، لكن نهائيا لن يحل مشكلة إفرازات، ولن يحل مشكلة إنزال وزن، ولن يحل مشكلة السمنة ككل. نعم. فلا إني أوجه الجراحة لمكان محدد للدهون، حتى لما ندخل البطن نسوي عملية سمنة مثلا يقول دكتور طيب ليش ما تشيل الدهون، وإحنا بنشوف الدهون لما بنوريهم الفيديو ولا شيء، طيب ليش ما تشيل الدهون هذه، ما نشيلها، الدهون هي بنفسها ينزل الوزن حتروح الدهون هذه. نعم. لكن تكدسها في هذه الأماكن، قبل شوي دكتور شود يعني كنا نتحدث عن جوانب معينة ونريد الحديث في جانب التغذية، لكن قبل أن أدخل فيها نتحدث عن جانب الوراثة، لأن نشاهد في بعض يعني الناس لديهم تواتر يعني في الأجسام بطريقة تشعرنا بأنها نوعا ما وراثية، تكدس دهون في أماكن معينة، هذه هل تدخل ضمن المخاطر أو المهددة للأمراض؟
مثل تكدس الدهون في نعم. أولا جميل أنك ذكرت الوراثة، لأنه هناك أشياء كثيرة تدور حول السمنة، نشأتها وكيفيتها وما إلى ذلك. إحنا نعرف أن السمنة هي قابلية جينية ثم بيئة، يعني ممكن لازم الشخص يكون عنده قابلية جينية وحطه في بيئة ويسمن، واحد عنده قابلية جينية وحطه في بيئة مش مسمنة مش حيسمن، العكس تماما، إنه واحد ما عنده قابلية أبدا وحطه في بيئة إن شاء الله يأكلون كل يوم، تجدي الناس يأكلون ما شاء الله البيت كله وما بيسمنوا، وهو إذا هذه الثنتين لازم تكون موجودة مع بعض. عامل مهم جدا وهو حديث، وجدوا الأمهات اللي مثلا بدينات وأنجبوا أطفال، الأطفال بيكونوا بدينات حتى الآباء أيضا، لكن العامل الأم مهم جدا، إنه ممكن الأم تنقل قابلية السمنة للطفل حقها بطرق معينة وتغير في جينات الطفل إلى أنه يكون طفل قابل أن يكون سمين. وجدوا بعض الأمهات سووا دراسات، ودراسات مهمة جدا وتغير فكرنا عن السمنة، أنه جابوا الأم نفسها سوت عملية سمنة، طيب قبل ما تسوي عملية سمنة جابت أطفال، وبعد ما سوت عملية سمنة جابوا أطفال، قارنوا بين الأطفال هذولي وجدوا أن الأطفال اللي جوا بعد ما نزل وزنها ما عندهم قابلية للسمنة ولا عندهم جينات محددة للسمنة، بينما الآخرين عندهم. وبالتالي أنا ممكن أغير في جينات الأطفال بمعالجتي للأم البدينة. نعم. فهذه مهمة جدا. فإذا فعلا إحنا نقدر نغير الجينات من خلال صحيح. تدخلنا مع السمنة بطرق مختلفة سواء جراحة أو غيرها، ونأثر عليهم، والجينات اللي تعطيني سمنة زي مثلا برادر ويلي ولا سمنة الأماكن معينة في الجسم، للأسف إن ما نقدر نغير فيها إذا تكونت خلاص صار عنده جين تغير الجين، لكن نقدر نقي إنه قبل ما يصير سمين. تدعين. طيب دكتور، يعني شوف إذا في جميع الحالات قضية التغذية مهمة جدا، سواء من كان لديهم استعداد للسمنة ومن لم يكن لديهم. نريد الحديث عن السلبيات التي يعني الموجودة في المجتمع ويتعرض من خلالها الأطفال إلى السمنة مفرطة. طبعا واحدة من النقاط اللي وجدت أو الأبحاث أشارت إلى رقم واحد موضوع الرضاعة طبعا، وهذه يعني في أبحاث تبين أنه الرضاعة الطبيعية تحد من حدوث السمنة للأطفال، هذه واحدة من الأشياء اللي في المجتمع، حتى لو 6 شهور وجدت حتى لمدة 6 شهور، ولكن لو استمرت إلى الحولين يكون أفضل. الشغلة الثانية في عامل مهم جدا وهو للأسف الشديد التجويع لفترات طويلة، ففي بعض الأحيان تلقى الإنسان يجوع نفسه لفترات طويلة، وبالتالي لما يتجي الوجه يعني يجي أمام الأكل يصاب بما يعرف بالفورس فيدينج، يبدأ يأكل أكثر منه. فلذلك عملية توزيع الوجبات واختيار النوعية والكمية والوقت يؤثر على الحد من تراكم الدهون. في عامل مهم آخر وهي للأسف الشديد اللي يسمونها الأغذية الخاوية، وهذه سبحان الله يعني لها ارتباط كبير بموضوع زيادة الوزن وخاصة عند الأطفال، لأنها إما تكون عالية بالسكريات أو تكون عالية بالملح أو تكون عالية بالزيت، فكل هذه العوامل الثلاثة تثير أو تحفز عملية تراكم الدهون في الجسم. طيب البعض يعني يتساءل كعلاقة الملح، يعني هل الملح أيضا يدخل ضمن يعني مخاطر التهديد بالسمنة؟ هو السكريات هو فيه نظريات لهالموضوع، واحدة من النظريات إن الواحد لما يأكل أغذية مالحة رقم واحد يأكل كمية كبيرة، لأن الملح يعطي طعم للأكل، فبالتالي السعرات بدل ما يأخذ مثلا 1500 يأخذ 2000. شغلة ثانية، الملح لما يدخل للدم يضطر الدم أنه على أساس يوازن بين الملح في الدم، لأن في هناك تركيز للملح، يضطر أنه يجمع ماء على أساس يخفف تركيز الملح في الدم، هذه تعمل على زيادة يعني نوع من العوامل للسمنة. فبالتالي السكريات لها بعد تأثير آخر أو سريع، لأنه عيالنا أطفالنا ولا حتى الرجال إذا يأكل كميات كبيرة من النشويات اللي السكريات على سبيل المثال، فالجسم يحولها خاصة إذا كان ما فيه رياضة ما فيه حركة ما فيه نشاط، مضطر إنه يخزنها في الجسم، فما تتخزن على شكل كربوهيدرات، تتخزن على شكل دهون. فهذه يعني عامل آخر في موضوع قضية المقليات هذه بعد، وهذه للأسف الشديد لما ننظر مثلا سووا 10 أغذية مضرة ومسببة للسمنة، وجدوا أنه رقم واحد اللي هي الدونتس على سبيل المثال، أخطر مثلا أغذية
موجود الدونت لأنه سكر ومقلي ودقيق، وعلى ما قال يأخذ بعض الأحيان وش يشرب معه؟ يشرب معه قهوة. نعم. فبالتالي وجد أنه ارتباط. ففي أغذية للأسف الشديد تساعد على حتى فتح الشهية، لأن كنت لما تأكل سكريات يضطر الجسم يفرز إنسولين، فبالتالي يضطر بعد فترة يجوع فتزيد العملية. قضية يعني الغذاء وتنظيمه، يعني بنرجع نشوف الغذاء السليم وكيفية تفادي، لكن قضية الحركة أنت أشرت لها في دراسات، يعني أظهرت دراسات حديثة تقول يعني أن المرأة الأكثر الأقل حركة هي الأكثر تعرضا للسمنة، لكن في الأطفال يعني أكيد حركتهم كثيرة طبيعية، لماذا تحدث فيهم السمنة؟ هل جانب التغذية السيء جدا هو من يدفعهم يعني إلى آخر الأمر، إلى حدوث التراكمات التي تحدثنا عنها؟ والله مجتمعنا الآن وكل مجتمعات بدأت تظهر فيها زي التلفزيون والأدوات والكمبيوتر وغيرها، هذه تؤثر. لكن أنا لاحظت خلال يعني مي بتجربة ولكنها استطلاع بسيط، أنه للأسف الشديد الأطفال عندما يبدأ يعني يأكل كثير تزيد عنده المعدة، طبعا تتوسع المعدة، توسع المعدة يفرز بعض الهرمونات اللي ممكن تخليه يجوع أكثر، وفي نفس الوقت في بعض الهرمونات اللي ممكن توقف الشهية ما عاد يكون لها فائدة، زي مثلا هرمون اسمه الليبتين. هذا الهرمون سبحان الله الله سبحانه وتعالى خلقه على أساس ينظم الجوع، ولما يكون فيه دهون يرسل للمخ إشارات أنا ما عاد بيأكل، المفروض أنك ما تأكل. لكن مع الأطفال وجدنا أن الهرمون ذا عالي، والمفروض إذا كان عالي المفروض الإنسان ما يحس بجوع. نعم. أو أنه يوقف الأكل المفترض. لكن العكس زي موضوع السكر والإنسولين، لما يكون فيه إنسولين عالي لكن الإنسان مصاب بالسكر. فلذلك العملية الأطفال عملية أو السمنة عند الأطفال يعني أنا واجهت فيها صعوبة كثير، فتحتاج إلى مساعدة الأهل، تحتاج إلى مساعدة. نعم. أخصائيين التغذية الرياضة، طبعا كل هذه العوامل تتطلب وقت، فالأطفال يجب، وخصوصا كلما بدأ الإنسان بالطفل بدري كلما كانت النتائج يعني أفضل من أنه يتأخر. طيب دكتور عائض، متى يكون خيار يعني الجراحة لعلاج مشكلة السمنة ممكنا بالنسبة للأطفال؟ نعم بالنسبة للأطفال. الأطفال طبعا ما زال في كلام كثير عليها، وإحنا طبعا يمكن في المملكة نعتبر من القياديين، مش أنا كشخص بس كدولة، في سمنة الأطفال وتوفير الجراحة لها. وإحنا نقول إنه ممكن العالم بيقول لك إنه لا تسويها تحت 14 سنة، وبيقول لك إنه بين 14 و18 في شروط محددة، وبعد 18 ينطبق شروط الكبار. إحنا نقول لا، يجب أن تعمل لأي طفل يحتاجها في أي عمر ما دام إنه عنده مضاعفات تهدد حياته. فنجد إنه في أطفال معينة تجد عندهم اختناق أثناء النوم، ما يقدر ينام لو جالس. هذا مستحيل أخليه، ورينا في مؤتمرات أنه يعني لو هذا طفلك هل تقبل أنه يقعد يتعذى بهالأشياء وتسوي له عملية؟ ومعظم الناس وافقوا على الإجراء. فإحنا نقول نعم، تجرى للناس اللي عندهم مضاعفات خطيرة تهدد حياتهم، وفي الغالب تكون كتلة الجسم فوق 35 أو منحنى كتلة الجسم فوق 99%. فإذا وجدت هذه المضاعفات الرئيسية اللي تهدد الحياة، هي اختناق أثناء النوم، هي سكر مؤثر على أعضاء الجسم، هي ضغط، ارتفاع في الضغط، هي العوامل الرئيسية. في أمور أخرى بعض الناس تجد أنه عنده رجوله متكوسة تماما، ممكن الناس اللي يسمعونا الآن يجدون عنده أطفاله بها الشكل، يعني تجد أنه ما يتحرك، يجد أنه الوركين أوريدي تضرروا، فعنده خلع في الورك أو أثر على رأس الورك ما يقدر يتحرك. كل هذولي لما نصل إلى مرحلة إنه الطفل ما يقدر يمشي للمدرسة مثلا، تجد عمره 7 سنوات وقاعد في البيت معاق بسبب سمنته، هذا لا، يجب أن توفر له الجراحة. نعم. الناس العاديين، الأطفال العاديين اللي فوق 18 أو فوق 14 أو فوق 12 ومضاعفاتهم مش خطيرة بالمرة، ما هو مشكلة أن ننتظر عليهم، لكن هذول. نعم. الأطفال يجب إجراء العمليات لهم. لكن يعني كيف يمكن التدخل جراحيا؟ من المعلوم أن الكبار ممكن أن يأخذ خيار ربط المعدة، وأنت يعني متخصص أكثر في هذا الجانب، لكن بالنسبة للأطفال ماذا يمكن أن يعمل؟ يعني من يقرر للطفل؟ يعني من يقرر وكيف يمكن يعني طبيا التدخل؟ ممتاز. هذا سؤال ممتاز، لأنه سؤال علمي دائما يطرح. عندنا شيئين لما نأخذ موافقة الشخص، شيء اسمه أسد وشيء اسمه كونسنت، موافقة وتقرير، يعني أنك تجيب الشخص وتقول له
الطفل يجب أن يعي ماذا يجرى، ما هو الإجراء اللي بيأخذ له، يعي وعيا. يعني ما تجيك طفل، أنا يجيني أطفال مثلا عمره مثلا 10 سنوات وتجي تسأله وتقول أنت تفكر أنه وزنك مسبب لك مشكلة، يقول لا ما سبب له، هو معترف تماما عنده مشكلة، هذا مستحيل تسوي له عملية أصلا ولا يجب أنك. ليش؟ لأنك أنت تحس أنه أهلهم اللي ضاغطين على الطفل علشان يسوي العملية. فيجب أن يقتنع الطفل أنه جاي عنده مشكلة وجاي يوجد لها حل، تشرح له الحل ويشرح له ويفهمه، والأب هو اللي يوافق عليه أو الأم، لأنه ما يقدر يعطي كونسنت أو إجراء، بينما يفهمه. تفهم الطفل ووعيه للإجراء هذا مقبول، وهذا اللي يصير، لأنه الطفل يعي ويجرى له والأم توافق. اللي فوق 17 نظاما عندنا في السعودية أنه ممكن الطفل يوقع عن نفسه ويوافق على إجراء العملية، أو الشاب الصغير. فهذا الشيء القانوني في الناحية دي، وأيضا موافقة الطفل مهم جدا لي ايش استجابته للعمليه، لانه يعني اذا هو موافق وعنده اصرار. انا يجوني اطفال، يعني مثلا حتى زميلات وزملاء اطباء، تجد طفله 10 سنوات وانا احيانا متردد اسوي له، لانه وزنه صح مرتفع، عنده كتله جسمه عاليه، بس ما عنده مضاعفات خطيره، فاقول اوكي ما ممكن ننتظر سنه سنتين. تجد الطفل نفسه اللي يبكي ويزعل ويجيني مره ومرتين في العياده ويحاول يقنعني فعلا، وتسوي له العمليه وحياتهم تتغير. يعني يمكن لو تجلسين مع أطفال زي كذا، وحتى بنات بالذات، يقول لك أنا ما أروح المدرسة أو المجتمعات يعني العزائم والهذا، نفسيا متضايقين من لبسهم، من شكلهم، يحسون الناس يعلقون عليهم فما يروحون، فيتأثر حياة الناس بشكل كبير جدا، الشكل والسمنة. نعم دكتور رشود، يعني أثار الدكتور عايض نقطة في قضية الجانب النفسي للطفل. أنت تقول قبل شوي يعني صعوبة في تشخيص مشكلة السمنة لدى الأطفال والتعامل معها، هل إدراك الطفل يعني بأن لديه مشكلة يدفعه يعني إلى مساعدة الأهل في تقنين الغذاء لديه، يعني يساعد الأهل في حل مشكلته؟ والله من تجربة في هالمجال، تجربة بسيطة طبعا، متابعة بعض الأطفال، يجب أنك تدخل عوامل أخرى محفزة. على سبيل المثال، لابد أن يكون هو شريك معك في تسجيل ما يأكل مثلا، تعال أنت وش اللي تأكل، الفطور وش تأكل، الغداء وش تأكل، تخليه هو اللي يسجلها، وحتى ممكن توريه بعض الصور تدخله معك في الموضوع، لأن الأطفال فيه طرق، لأن إذا هو استمتع في العملية بيستمر معك. قضية المتابعة، يعني ما هو بتشوفه مثلا كل شهر، لا، أنت لابد تشوفه على الأقل مرة في الأسبوع، في بعض الأحيان لو قدرت تشوفه أو تتصل عليه، يعني متابعة من في البيت. لما يجي لابد توريه بعض التغييرات الملموسة، يعني تجي تقول والله تعال ترى كان وزنك مثلا كذا، ونسبة الدهون حقت، خاصة اللي زي ما ذكر الدكتور في أعمار مثلا بين مثلا 7 سنوات إلى 10 سنوات، هذا يفهم، توريه تقول هذا كان ترى هذا، وتوريه كتلة الدهن اللي انت، كل هذه العوامل تخليه ينتظر الأسبوع القادم بيشوف وش الأشياء اللي نزلت. طبعا بعض الأحيان دور الأم في هالمجال دور قوي جدا، يعني واحدة من الحالات اللي تابعناها مسألة الملابس، يعني حتى البنت تجيب لها، يعني العملية مهي بس مجرد أكل فقط، هي عبارة عن إشراك العائلة في الموضوع هذا، لأنه يعني لابد من أنه يفهم وش اللي قاعد يصير في الناحية النفسية، مهمة جدا. طيب دكتور عايض، يعني قضية الجراحة قضية مهمة بالنسبة للكبار، قد يعتقد البعض أن يعني الجراحة هي الحل الأسرع في السمنة، متى تكون الجراحة مهمة؟ يعني إذا كان الجسم معتدل نوعا ما، لا يعطي إيحاء بأنها هناك سمنة مفرطة، إنما تكدس في مواقع معينة. نعم جميل جدا. أنا بس أعلق على جزئين، اللي هو للأسف الأسر عندنا بالنسبة للأطفال أيضا، احنا نقول للناس، وهذا معظم للاسف الاسر اللي انا بشوفهم على الاقل في عياتي، انه بيجيك الام والاب ويعاملون الطفل انه مسبب مشكله، انه انت كيف ما تسمع الكلام؟ ليش ما انت قاعد تاكل؟ احنا نقول لك وزنك سمين وما سمعت، وحتى اول ما يجون العياده هذه رده فعلهم، ما يسمع الكلام، نقول له لا تاكل، نقول له هذا مو منطق، الطفل ما له ذنب، وحتى الكبير ما له ذنب، السمنه هي بيئه. فإذا أنا في البيت أنا كأم وأب بجيب الأكل وأجيب كبسات ما شاء الله وكل شيء، وأقول أنت لا تأكل، أنت في حمية لأن وزنك عالي وأنا بأكل، ما منطق. صحيح، لازم كل البيت يتغير. وأتمنى للأسر اللي يسمعون عندهم أطفال وزنهم عالي، إنه كل ما يحسسون إنه في حمية، كل البيئة تتغير، الأكل اللي بيحضر بيكون أوردي محسوب، الطريقة الطبخ، الشراء اللي بتجيبه المطبخ، شوبينج ليست لما تشتري حاجات في البيت، أنت كل الفكر، كل العائلة تبغى تتغير. نعم. نفس الشيء ينطبق على الكبار وينطبق علينا. طيب إيه؟ بس إحنا بنجاوب على السؤال. نعم. الثاني، لكن حق الجراحة. حق الجراحة، لكن نقف أعزائنا المشاهدين مع هذه الإحصائيات ثم نعود.
دكتور تفضل. جدا بس تعليق على بعض الاحصاءات وهي ارقام مهمه، واشكر الزملاء اللي حطوا، اشكركم على وضع هالارقام لانها ارقام مخيفه وارقام تجعلنا لازم ندق الجرس. مثلا السكري اللي هو السعوديه عندنا من الامراض الخطيره جدا 30%، و80% من اللي عندهم سكر ثاني عندهم هو بسبب او له علاقه بزياده الوزن. الجميل جدا انه لما ينقص وزنك نسبه الشفاء قد تصل الى 70 الى 90%، وبالتالي الان الارشادات العالميه في علاج السكري صارت الجراحه ضمن الارشادات العالميه، انه انت زي ما اقول لك انسولين واقول لك مثلا حبوب سكري، انا ايضا اعطيك واقول هذه شروط انك تروح العمليه لما تحتاجها من اجل انك تشافى من السكري، فاتمنى هالاشياء تكون جيده. جراحات السمنه بالنسبه للكبار احنا نقدمها لاي واحد كتله جسمه فوق 35 ومعه امراض مصاحبه سكر ضغط واشياء اخرى، او اي واحد فوق ال40. طبعا انت لو لاحظتي الناس اللي بيسوون العمليات معدلهم يمكن اكثر من 70% هم قريب من ال40، يا تحتها بشويه فوقها بشويه، مش الناس اللي عندهم سمنه مفرطه شديده اللي هم يسمونها السوبر اوبيس فوق ال50 او اكثر من ذلك. فالمعدل بين 35 و40 معظم الناس اللي بيكونوا على قائمه العمليات. اللي بنشوفه الايام في عياداتنا والايام هذه انه حتى اللي تحت 35 بيجونك بيطلبون العمليات. نعم. هل ممكن تجرى لهم العمليات؟ يعني كتله، معنى كتلة 35 يعني تقريبا عند الشخص حوالي 30 إلى 32 كيلو زيادة على وزنه الطبيعي. نعم. فتعطيك حوالي كتلة 35. هذا الناس اللي تحت 35 وما عندهم مضاعفات، هل ممكن نجري لهم العملية ما عندهم سكر وضغط؟ حتى اللي بين 30 و35 وعنده سكر وضغط هل ممكن نجري العملية؟ الآن هذه الفئة هي فئة ما زالت تحت الدراسة في العالم كله، لم يصدر إرشادات حقيقية بها. يعني إذا جاء واحد عنده سكري وكتلة جسمه مثلا 32، هل مقبول نسوي العملية؟ إلى حد الآن مقبول، لكن مش 100% خلاص معتمد. نعم. يعني لو سويتها لن أمارس يعني شيء غير معترف فيه طبيا، لكن إنه ليس الشيء اللي كل الناس يسوون. فوق 35 يسوى العمليات، فوق 40 يسوى العمليات حتى لو ما عنده أي أمراض مصاحبة. طيب إذا تحدثنا عن نسبة يعني وبصفتك مختص يعني ومباشر الحالات السمنة الأكثر عددا يعني بالنسبة للذكور والإناث وبعدين الأطفال، كيف تقيمه؟ أكثر شيء الإناث ثم الذكور. الأطفال النسبة بينهم متساوية حسب إحصاءات أنا سوينا، إحنا سوينا حوالي 25,000 في أنحاء المملكة في الشرقية والوسطى والجدة على عينة من الناس، فوجدنا أن في الأطفال متساوية يعني بين الذكور والإناث، وجدنا عند النساء أنها أعلى وعند الرجال أقل. لو نظرنا إلى العمليات وجدنا أنه 70% من العمليات نساء. نعم. و30% رجال اللي تجرى لهم العمليات. ربما أنه المرأة تبحث عن الجمال أفضل أو هذا وشيء طبيعي، أو ربما أن السمنة أعلى وهي أعلى لكن مش بدرجة أنه 70 إلى 30. طيب هل هناك عوامل يعني فسيولوجية تجعل المرأة أكثر تعرضا للسمنة من الرجل أم؟ لا شك أنه في عوامل كثيرة، طبعا لا شك الحمل والولادة عوامل رئيسية فيها، اضطراب الهرمونات عند المرأة باحتياجها زي مثلا تكيس المبايض وما إلى ذلك، تكيس المبايض قد يسبب سمنة وقد السمنة تسبب تكيس المبايض، فهي متبادلة. فهذه ربما بعض العوامل اللي غير مباشرة لكنها تسبب السمنة. طيب دكتور رشود، يعني قضية تنظيم الغذاء أشار الدكتور عايد إلى نقطة مهمة أن الأهل يعني أحيانا يحرمون الطفل بشكل قاسي، فبالتالي تكون النتيجة يعني بصفتك مختص كيف تقيمها؟ هل هي سلبية؟ أول أكيد لها دور كبير، يعني كلام الدكتور بالنسبة للأطفال مهم جدا إشراكهم حتى في اختيار الغذاء، هذه مهمة جدا. أنت ما لا مو بلازم أنت اللي تجيب له الأكل، لازم هو اللي يختار، فبالتالي أنت تعطيه اختيارات يعني تناسبه وقليلة من السعرات الحرارية. لكن أنا برجع لموضوع إذا سمحتي لي، موضوع يعني عامل من العوامل المهمة في تراكم الدهون في الجسم وقد يساهم في العلاج، وخصوصا من تجربة، وهو طبعا الجسم يدخله عديد من الملوثات، من الأكل، من الشرب، من الجو. هذه الملوثات ترهق الكبد في موضوع لأن نعرف أنه الأكل كله إذا طبعا هضم وذا يتجه مباشرة للكبد، والكبد عاد هي المصفى وهي اللي وجدنا أو وجد في الواقع مشاكل كثيرة تعيق إنزال الوزن، وهي ما هو موجود في الجسم. فإن لما تكلم عن الطب التكميلي، الطب اللي يساهم على تنظيف الجسم، يعني على سبيل المثال في دراسات تقول مثلا الصيام
سبحان الله وجد في الشرع أن الصيام دور كبير في طرد السموم اللي تراكمت 11 شهر وتطرد يعني أشياء كثيرة وتنظف الخلايا. فوجدتنا من الآن أنا أشتغل على موضوع مهم جدا وهو تنظيف طبعا القولون والكبد والكلى عن طريق ما يعرف بالديتوكس، فيه برنامج غذائي وبرنامج وبعض الطرق المناسبة قبل أن تبدأ في علاج السمنة. طبعا ما نتكلم عن الأطفال، نتكلم الآن عن الكبار. نعم. فبالتالي يعني مهم جدا أنه النقطة هذه مهمة، وفي دراسات عليها تبين أنك أنت كل ما يعني يعني بديت بالبرنامج هذا استطعت أنك أنت يعني تجد نتائج سريعة. نعم. في إنقاص الوزن. طيب احنا نأخذ المداخلة الهاتفية مع الدكتور عبد الرحمن القحطاني الأمين العام لجمعية التوعية الصحية حياتنا. تفضل دكتور عبد الرحمن، مرحبا بك. حياكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وانا شكرا لاستضافتكم الجمعية لمناقشة هذا الموضوع الحساس. حقيقة نحن في الجمعية الخيرية للتوعية الصحية حياتنا ننظر إلى السمنة وقضية مواجهتها وبالذات لدى الأطفال كأولوية واستراتيجية أساسية. إحنا ننظر لها أن لها تأثير ليس فقط على الأفراد والجانب الصحي لديهم، بل أيضا على التنمية الصحية والترقية بشكل عام في المملكة العربية السعودية. وحقيقة لدينا إحنا مجموعة من البرامج التي نحرص أن تكون برامج نوعية غير تقليدية في مواجهة هذه المشكلة. ولعل من ابرز البرامج هذه لدينا برنامج يتعلق نسميه معرض التوعيه الصحيه المتنقل، اشتغلنا مع احدى الشركات الامريكيه في شراء واستقطاب مجموعه من المجسمات التي تقدم التوعيه الصحيه بطريقه شيقه بطريقه غير تقليديه. هذه المجسمات جزء كبير منها يتعلق بقضيه السمنه، مضاعفات السمنه واضرارها على جسم الانسان، وايضا كيفيه الوقاية منها. هذا المعرض يمكن استخدامه في المدارس، في الجامعات، في الأسواق، وصلنا تقريبا خلال السنتين الأخيرة إلى أكثر من 60,000 يعني زائر لهذه المعارض. الشق الآخر، الجمعية الآن على وشك الانتهاء من برنامج نعتقد بمشيئة الله عز وجل أنه يعتبر نوعي على مستوى ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم العربي ككل، هو برنامج الحد من السمنة لدى الأطفال. استخدمنا فيه اسلوب جديد مبتكر في التوعيه الصحيه ويسمى التعليم بالترفيه. هذا البرنامج عباره عن موقع الكتروني متكامل يحتوي على افلام كرتونيه، يحتوي على ايضا العاب ممكن يستطيع الطفل يلعب فيها من خلال الموقع الالكتروني. في دليل للمعلم متكامل بامكان المعلم ياخذ هذا البرنامج من خلال الدليل هذا وينفذه من خلال المدرسه. من المتوقع ان شاء الله ان احنا نمثل البرنامج هذا مع الشراكه مع اداره التربيه والتعليم بالرياض ان شاء الله. نعم. يعني على منتصف الفصل الدراسي هذا. البرنامج حقيقه بالشراكه ايضا وبرعايه من شركه دواجن الوطنيه. باقي نقطتين اخيره حقيقه سريعا اذا ممكن الجمعية. دكتور عبد الرحمن. طيب نقطتين اخيره، اولا اوراق العمل. حقيقه الجمعيه بتقدم اوراق عمل في هذا الجانب في الندوات والمؤتمرات الوطنيه، وبتقول في اوراق العمل حقيقه انه زي ما ذكر الزملاء الدكتور رشود الدكتور عايض ان القضيه ليست قضيه الفرد او سلوك الفرد وانما قضيه بيئه متكامله. احنا نطالب حتى ان يكون هناك ضبط للدعايات والاعلانات والتسويق الترويج للمنتجات غير الصحيه من شركات المطاعم والوجبات السريعه، الاعلانات اللي بنشاهدها في القنوات التلفزيونيه بشكل عام. اخر شيء لدينا مواقف علميه موثقه الجمعيه من فتره لاخرى ترصد مواقف علميه تجاه قضايا محدده. كان لدينا موقف علمي يتعلق بالوقايه. نعم. من السكري وربطناه بالسمنه، وموقف يتعلق بامراض القلب وعلاقته. نعم. بالسمنه. اشكرك جزيل. نعم شكرا لك دكتور عبد الرحمن القحطاني الامين العام لجمعيه التوعيه الصحيه حياتنا. دكتور عايض، يتحدث قبل قليل الدكتور عبد الرحمن عن قضيه الدعايات والاعلانات كوسيله للحد من يعني في عمليه الغذاء، ايضا نشاهد الدعايات والاعلانات في قضيه الجراحه ايضا وعمليات السمنه يعني في اماكن معينه خاصه التي تستقطب النساء. بودي ان تعلق على هذه القضيه وتذكر السلبيات المحتمله لمثل هذه العمليات. اولا اشكر الدكتور عبد الرحمن واشكر انه يقدمون جهود ايضا في محاربه او مكافحه السمنه. اتمنى ان ينتقل ان شاء الله انه مش مجرد جهود دكتور عبد الرحمن والجمعيه، انه ايضا استراتيجيه وطنيه، لانه احنا نبذل جهد اليوم، انا ببذل جهد والدكتور عبد الرحمن، ما لم نجد يعني اهتمام على مستوى الدوله
باستراتيجيه لمكافحه مثل هذه المشاكل، ووضع برامج مثل البرامج اللي وضعها الزملاء في حياتنا، وبرامج اخرى زي مثلا في امريكا السيد او ميشيل اوباما، وضعوا برامج على مستوى الدوله وكان فعلا لها تاثير. وحتى الدراسات الان تقول انه السمنه عند الاطفال بدات على الاقل تستقر، يعني زياده خفت، فهذه مهمه جدا. جزء من الاستراتيجيه لو وضعت هو الاعلام. انا لما مثلا في الاطفال مثلا زي ما ان شاء الله الزملاء اكيد يسووا يعملون، ان نصل للاعلام، الاعلام يكون جزء من الاستراتيجيه، مش مجرد اني اطلب منه، هو لازم ينفذ الاستراتيجيه، استراتيجيه انك ما تعلن للاطفال في اوقات معينه او ما الى ذلك. اذا انتقلنا لسؤالك اللي هو العمليات، هل احنا فعلا هل هناك امانه؟ ما الاحظ اعلانات معينه، لكن الاحظ ربما انه ما في استراتيجيه لعمليات السمنه، وهذا اللي اقترحناه على وزاره الصحه. أنا المفروض يكون عندي سجل وطني لكل عمليات سمنة اللي تجرى في المملكة وعندي guidelines أو مؤشرات أو إرشادات، مين يسويها، أي مركز يسويها، اشتراطات للمركز نفسه، اشتراطات للفريق اللي يعملون في هذا المركز، إيش اشتراطاتهم لعملها، اشتراطات للمرضى، فما يدخل أي مريض يسوي عملية، لازم المريض تنطبق عليه شروط، المركز تنطبق عليه شروط، الطبيب والفريق العلمي تنطبق عليه شروط، وهنا يجري العملية. وكل حالة تكون في سجل وطني معروف إيش صار لها، مضاعفاتها، مشاكلها. هنا نتفادى المشاكل اللي بنسمع عنها، أنه هذا صارت لها مشكلة وترومت، صارت مضاعفات، هذه ماتت، وهذه أسئلة تيجينا يوميا، ليش صارت هذه القضية وليش صارت القضية. فالتلفزيون نفسه يمكن ما تجد، تجد على الصحف صح، لكن ما تجد إعلانات لأنه يمنع أنك تعلن عن خدمة طبية معينة محددة، لكن أنه نسمع عن قصص معينة كثيرة. التنظيم اللي بيتغلب عليها هو اني اجد اليه استراتيجيه وطنيه بطرق معينه تحفظ هذا العمل كله وتجعله مقيد ضمن قوانين محدده وكل واحد يلتزم فيها. طيب الاطفال السمان في الصغر، ها اذا ما لم يتم التدخل معهم من ناحيه التغذيه او الجراحه، نسبه احتمال بقائهم على هذا الوزن وتفاقم مشاكلهم تصل الى كم؟ شوفي احنا حسب العمر، عندنا اللي بين 2 و5 سنوات يسمونهم بريسكول اللي قبل المدرسة، هذول 30% منهم يصيرون سمان كبار. طيب 50% من اللي في المرحلة الدراسة اللي 12 سنة يصيرون سمان كبار، يستمرون سمان. 80% من الناس اللي في مرحلة المراهقة يستمرون. طيب كم نسبة المضاعفات عند هذولي؟ 90% منهم من الأطفال اللي مثلا احنا جرنا دراسة على 300 شخص اللي سويت لهم عمليات، ودي العالم كله يعني عندهم دراسات معينة على الأطفال، إنه وجدنا 90% منهم عندهم على الأقل مضاعفة واحدة من مضاعفات السمنة، سكر، ضغط، حاجات يعني خطيرة. مش ووجدنا إنه أكثر من 40 إلى 50% منهم عندهم ثلاث مضاعفات خطيرة. يعني فعلا لو تركناهم زي ما سألتي تركناهم فترة طويلة هذا نتيجتهم. وجدنا أيضا زي ما ذكر الدكتور رشود قبل شوية على الكبد، يعني في اشياء ما نشوفها، يعني السكر نشوفه نفحصه نشوفه، ضغط ممكن نفحصه نشوفه الا يمكن قبل ما يصير مضاعفات، لكن تليف الكبد واثار الكبد والدهون اللي على الكبد 25% منهم يصلون الى تليف كبدي، يعني مش مجرد دهون، يصير انه خلاص صارت تليف متليفه، كبد متليفه. فهذه اشياء انك تشوفها احيانا في اطفال عمرهم 10 سنوات لما تدخل على الكبد حقته، بدل ما تكون كبد فريش وواضحه تجد انها فعلا كبد شبه منعدمه. يعني طيب دكتور رشود، يعني قضية وعي الأسر بمشكلة السمنة، لأن هناك نشاهد أطفال سمان لكن الأهل لا يدركون مشكلة هؤلاء الأطفال، بالتالي لا يعيرون اهتمام بمعالجتها. أنت بصفتك مباشر لحالات مثل هذه، كيف تقيم الوعي بشكل عام لدى الأسر في المصابين بالسمنة؟ والله أنا أعتقد أنه ضعيف جدا، يعني الأسر للأسف عندها رغبة لكنها مع المعاناة ومع الالتزامات ومع يعني انا اعتقد انها فيه يعني تقصير في الموضوع هذا بالنسبة للأسر. وانا اضم صوتي صوت الدكتور، يعني يجب ان تساعد هؤلاء الأسر. يعني الأسر يعني في بعض الاحيان ما يدرون وين يروحون، وقد يعني يتعبون، لان العملية بالنسبة للأطفال يبغى لها وقت طويل، يبغى لها نفس طويل. فبالتالي كلام الدكتور جميل جدا، يعني لو تبنت فعلا الدولة حفظها الله في مسألة يعني يعني نقدر نسميه حملة وطنية للموضوع هذا، نعم، ويتبناه شخص يعني أو جهة معينة من جهات البلد، يعني أتوقع حتى القطاع الخاص ممكن يستفاد من في تبني من هذه. صحيح. لمساعدة مثل هذه. بالفعل وصلنا إلى الختام، أشكرك جزيل الشكر الدكتور رشود الشقراوي أستاذ الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود، شكرا لك. كما أشكرك جزيل الشكر الدكتور عايض القحطاني استشاري جراحة السمنة والمناظر
النظير والمشرف العام على كرسي جامعة الملك سعود للسمنة. شكرا لك. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الختام. شكرا لفريق العمل، شكرا لمخرجنا محمد الهاجري. أترككم الآن مع هذا الكاريكاتير. إلى اللقاء.